ست ام احمد. ام احمد حضرتك قلت لي اللي حضرتك جايه من سجن كنت بتزور زوجك. عرفيني بنفسك واسم زوجك ايه؟ اسمي امل عبد السلام عيسى السيد. من ابو حماد، مركز ابو حماد محافظه الشرقيه. اتفضلي. كنت في السجن بزور زوجي في سجن شديد الحراسه. في طرع. بزور النهارده، كنت زياره من ليه النهارده، فلقيت البنات بيقولوا ده في ناس طالعين يوم 23/7 واسم زوجك مش فيهم. فبقول ليه ده زوجي مقضي اصلا من اكتر من نص المده، يعني بقاله دلوقتي دي ماشي في 19 سنه. فبقول لا، يبقى روحي شوفي في ايه. ده زوج، احنا في ناس طالعين في 23/7 زوجك اسمهم مش منه. فمش عارفه اعمل ايه، انا اروح لمين يعني؟ وانا زوجي اصلا من 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 اول 93. كان في قضيه في طلع الفتح المجموعه الاولى. واخد 25 سنه سجن. مؤبد، سايب ابنه بيرضع. اروح لمين يعني؟ والله. طب ابنه دلوقتي في كليه ايه ولا؟ ابنه في كليه الحقوق الزقازيق، راح سنه ثالثه. وحضرتك سمعت الخبر ده من الحراس؟ البنات والست اللي بتفتشنا بتقول في مجموعه طالعه يوم 23/7. واساميهم نزلت، وزوجي مش اسمه فيهم، اروح لمين يعني؟ رغم ان كل الظروف او كل القواعد بتاعت نص المده اللي انطبق عليه، يعني هو بقاله 18 سنة ونص. ومع ذلك مش راضين يطلعوه. مش عارفه في ايه يعني. ويقولوا في حريه وفي ثوره. طب فين الثوره؟ ولا طلع ولا حاجه، اروح لمين يعني؟ طب هل جوزك او زوجك يعني بيعمل مشاكل او في والله ما مشاكل، والله عيان ورب العزه، ولا مشاكل ولا حاجه، في حاله يعني. كل تقارير بتاعته الامنيه جوه ما فيش فيه مشاكل، راجل مسالم، راجل ولا اي حاجه فيه يعني ما بي... وروحوا اسالوا عليه كمان. روحوا اسالوا عليه، ولا في اي حاجه خالص. وبروح ازوره في حاله، في السجن في حاله. مش عارفه في ايه يعني، ما فيش ما يمنع من خروجه يعني، ولا في اي مانع. ابني كان بيرضع، سابه بيرضع. دلوقتي ابني عنده 20 سنة، في واحد في 24/9 الجاي ده يبقى عنده 20 سنة. وحضرتك جاية بقى من السجن العقرب إلى ميدان التحرير. إلى ميدان التحرير، أكلم أي حد يشوف له أي حاجة، أعمل إيه يعني. ناوية حضرتك منين؟ من أنهي محافظة؟ من محافظة الشرقية. محافظة الشرقية. طب الحالة بتاعت زوجك يعني قال لك إيه ولا؟ زوجي والله يعني في حاله، وبقول ربنا يفرجها، ربنا يعني هروح لمين يعني؟ يعني بايدنا ايه نعمله يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وامر الله. وفي طبعا سجلت امبارح مع اسره برضه بنفس اللي كنت تسمعها عنها، بتاع اسره الدكتور احمد عجيزه، هو واولاده هم معتصمين هنا من امبارح. فهل هتنضم معاهم للاعتصام؟ انا هنضم للاعتصام، بس انا موظفه للاعاقه اللي انا بشتغل. فده اللي بيخليني اللي انا مش قاعده على طول هنا. طب يا حاجه ان شاء الله ربنا يوفقك وان شاء الله يطلعك. هو انا سمعت فيه كلام وفي شكوى لوزير الداخليه، رفعت بالاسماء الذين لم يذكر اسمهم في الافراج القادم، ووعد بالافراج ان شاء الله عنهم، ويبقى لهم الحاق ان شاء الله بامر الله. فاستبشري خير ان شاء الله بامر الله. يا رب ان شاء الله. يا رب انت عالم بينا يا رب. طب انت تحب تقول ايه لوزير الداخليه؟ اقول له يعني يبقى رعف في قلبه، بس يقول رحمه بس. ده بدي بقى له دي 19 سنه. يعني هيطلع يعمل ايه تاني؟ ده عيان في السجن. والله عنده الغضروف. بيلبس في الشتاء، بيلبس بتاع رقبه في زوره. على زوره رقبه. ويعني مش ما عادش هيعمل ايه تاني. يعني بس يطلعوا بس. والله يعني هروح فين بس؟ ماشي يعني رافه بينا بس. ماشي يا حاج، ان شاء الله يطلع بالسلامه يا حاج. شكرا.